بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة جنان لتعليم اللغة الفرنسية. زوار القناة الجدد أهلا وسهلا بكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل جرس الإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. هذا الفيديو يتضمن تواريخ هامة لهذا الموسم الدراسي 2021-2022، فيها رزنامة الفروض، رزنامة الاختبارات الفصلية والاستدراكية، ورزنامة العطل المدرسية. تواريخ الفروض وقته يديروا الولاد الفروض، الاختبارات الخاصة بكل فصل، الفصول الثلاثة، مام لوغاتراباج، الامتحانات الاستدراكية، وتواريخ العطل المدرسية. فلنبدأ على بركة الله. نبدأ بالفروض. فيما يخص فروض الفصل الأول، لهنا الفصل الدراسي، هذا الجدول فيه تواريخ الفروض للفصول الثلاثة. فصل الدراسي عندنا الفصل الأول، الفصل الثاني، والفصل الثالث، ولهنا في هذا الكولون عندنا فصل إجراء الفروض. فروض الفصل الأول حتنطلق يوم 24 أكتوبر 2021 إلى غاية 4 نوفمبر 2021. فروض الفصل الثاني من 23 جانفي 2022 إلى 3 فبري 2022. فيما يخص فروض الفصل الثالث، تنطلق يوم 17 أبريل 2022 وتمتد إلى غاية 28 أبريل 2022. هذا بيان وزارة التربية، يتضمن كذلك كيفية حساب المعدل الفصلي والسنوي. بإذن الله في فيديو آخر سأتطرق إلى هذه المواضيع، حنحط كيف تحسب معدل المعدلات الفصلية والسنوية للمرحلتين التعليم الثانوي والمتوسط. الآن فيما يخص رزنامة الفروض، الفروض لمرحلة التعليم الثانوي نفس الشيء، فرض الفصل الأول، الفصل الثاني، والفصل الثالث، ولهنا تواريخ. فيما يخص فرض الفصل، فروض الفصل الأول، فترة الإجراء حتكون من يوم الأحد 24 أكتوبر 2021 إلى غاية 4 نوفمبر، إلى غاية يوم الخميس، تنتهي يوم الخميس 4 نوفمبر 2022. فرض الفصل الثاني تنطلق يوم الأحد 23 جانفي 2022 وتمتد إلى يوم الخميس 3 فبري 2022. فرض الفصل الثالث ستكون يوم الأحد 17 أبريل 2022 إلى غاية يوم الخميس 28 أبريل 2022. لهنا ملاحظة، فيما يخص التعليم الثانوي تسطير برنامج لإجراء الفروض تحت إشراف الأستاذ المكلف بالتنسيق في القسم، تفادي إجراء أكثر من فرض واحد في اليوم لهنا لازم التلاميذ كل يوم عندهم فرض واحد فقط، لازم يتفهموا الأساتذة بالتنسيق مع الأستاذ الرئيسي لكل قسم، ويديروا برنامج خاص كل يوم مادة. هذا فيما يخص الفروض. الاختبارات، الآن نروح لرزنامة الاختبارات حسب وزارة التربية الوطنية. رزنامة الاختبارات الفصلية السنة الدراسية 2021-2022 بالنسبة لمرحلة التعليم الابتدائي، لهنا المستوى، السنة الأولى ما راحش يكون عندهم فصل الأول، لهنا المستويات، السنة الأولى وحدها، الثانية الثالثة والرابعة مع بعض، والسنة الخامسة وحدها، الفصل الأول، الفصل الثاني، والفصل الثالث. بالنسبة لتلاميذ السنة الأولى، الفصل الأول ما راحش يكون عندهم امتحان، الفصل الثاني راح يديروا امتحان الفصل الثاني من 1 إلى 10 مارس 2022. امتحانات الفصل الثالث ابتداء من 22 ماي 2022. بالنسبة للسنة الثانية الثالثة والرابعة حتنطلق يوم 30 نوفمبر، والخامسة أيضا بالنسبة للفصل الأول من 30 نوفمبر 2021 إلى 9 ديسمبر 2021. هذا فيما يخص الفصل الأول. الفصل الثاني المستويات، في خمسة من السنة الأولى للسنة الخامسة راح يكون عندهم، راح يديروا امتحانات الفصل الثاني من 1 إلى 10 مارس 2022.
الفصل الثالث بالنسبة للسنة الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة راح نبدأ امتحانات. الفصل الثالث ابتداء من 22 ماي 2022، بالنسبة للسنة الخامسة ابتداء من 15 ماي 2022، بالنسبة لمرحلة التعليم المتوسط المستوى، السنة الأولى، الثانية والثالثة متوسط مع بعض، السنة الرابعة وحدها. الفصل الأول جميع المستويات فيها ربعة، راح نبدأ امتحانات بإذن الله ينطلقوا من 28 نوفمبر 2021 إلى غاية 2 ديسمبر 2021. هذا فيما يخص امتحانات الفصل الأول. امتحانات الفصل الثاني للمستويات في 4 لكامل المستويات من 27 فبراير 2022 إلى 3 مارس 2022. بالنسبة لامتحانات الفصل الثالث، سنة أولى، الثانية والثالثة متوسط، حتنطلق بإذن الله من 22 ماي، حتبدأ ابتداء 22 ماي 2022. بالنسبة للسنة الرابعة ابتداء من 17 ماي 2022. بعد الامتحانات إن شاء الله يكونوا موفقين، مع تمنية بالنجاح لجميع التلاميذ. نروح للعطل المدرسية، رزنامة العطل حسب بيان وزارة التربية. كالعادة تحدد رزنامة العطل المدرسية بالنسبة للسنة الدراسية 2021-2022 كالآتي: عطلة الشتاء جميع المناطق من يوم الخميس 16 ديسمبر 2021 مساء إلى يوم السبت 1 جانفي 2022، معناتها التلاميذ راح يرجعوا نهار الحد 2 جانفي مساء. عطلة الربيع جميع المناطق من يوم الخميس 17 مارس 2022 مساء إلى يوم السبت 2 أبريل 2022 مساء، معناتها التلاميذ راح يرجعوا بالأحد 3 أبريل 2022 بإذن الله. عطلة الصيف جميع المناطق ابتداء من يوم الخميس 7 جويلية 2022 مساء بالنسبة للأساتذة. تبدأ عطلة الصيف بالنسبة للإداريين بعد الانتهاء من كل العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية، بما فيها اجتماعات مجالس الأقسام، اجتماعات مجالس القبول والتوجيه، نشر نتائج الامتحانات المدرسية، وتسليم الوثائق المختلفة للتلاميذ، وكل العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي تحدد كالآتي: المنطقة الأولى والثانية ابتداء من يوم الخميس 21 جويلية 2022 مساء، المنطقة الثالثة ابتداء من يوم الخميس 14 جويلية 2022. هذا فيما يخص رزنامة العطل، الاختبارات، الفروض، الامتحانات الاستدراكية للسنة الدراسية 2021-2022. أتمنى أن تكون سنة دراسية موفقة، سنة خير ونجاح على كل التلاميذ بإذن الله. إلى اللقاء، إلى فيديوهات أخرى التي تضم مراجعة الدروس وفروض مقترحة فيما يخص فروض الفصل الأول. إلى اللقاء، إلى فيديوهات أخرى إن شاء الله.